أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم، نسمع شكاويهم. أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن موضوع مهم، وهو موضوع التكافل الاجتماعي في العراق، خصوصا ما يمر به اليوم البلد من مأساة ووضع مأساوي. اليوم إحنا فعلا نحتاج إلى تكافل اجتماعي، كيف نقوي هذه الأواصر الاجتماعية بين المجتمع العراقي، خصوصا إحنا نعيش في وضع مأساوي، نعيش في وضع لا نحسد عليه. اليوم إحنا أمام كم هائل من النازحين، كم كبير من المشردين، خلينا نكون واقعيين. اليوم إحنا أمام ملايين من الأيتام، ملايين من الأرامل، ملايين من لا يجدون لقمة العيش. اليوم قبل فترة في هذا البرنامج طرحنا موضوع في التكافل الاجتماعي، هو موضوع 25,000 دينار، وكان هناك من الكثير من الموظفين تحديدا، أو من ذوي الدخل المحدود من الموظفين، قاموا بمثل هذه الحملة، جمعوا تقريبا 25,000 دينار، تجاوز العدد 1,000 شخص. إذن إحنا أمام مبلغ هو 25 مليون. هاي 25 مليون هذه أعتقد قبل أشهر كان لها الأثر الواضح في مساعدة الأيتام، الأرامل، الذين لا يستطيعون، من ذوي الإعاقات الخاصة، اللي ما عندهم معيل أيضا، وصلوا إلى ناس إلى بيوت، لكن هذه من نفس العشيرة تحديدا، أو من نفس المنطقة، أو من نفس القضاء، من نفس الحي إلى آخره. إذن اليوم إحنا نحتاج إلى تكافل اجتماعي يزيد من الأواصر الاجتماعية في هذا المجتمع. اليوم احنا مثل صندوق، خلينا نقول مثل صندوق العشيرة. اليوم عندما واحد يكون عنده صندوق عشيرة يجمع به أي شيء يلحق العشيرة من أذى وإلى آخره، يكون هذا الصندوق هو بمثابة المرجع المعيل لكل من يقع عليه خطر. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكافينا ويكافيكم شرور هذه الأخطار. إذن اليوم احنا راح نتحدث عن حلقة التكافل الاجتماعي، شلون ننميها وشلون نقويها ولو بمبلغ بسيط، لكن راح نتحدث عن مثال واضح من هذه الأمثلة، وهي حملة 5,000 دينار. طبعا احنا ايضا تحدثنا عن حملات سابقة، حملة رحماء بينهم، وحملات اخرى، حملة بصمة خير أيضا في سامراء، حملة رحماء بينهم اللي كانت في الفلوجة وكان لها أثر واضح وأعانت الكثير من الأسر، واللي تنازل عن الدين، واللي أيضا بنى، واللي كان يوصل طالبات، وهذه كانت حملة واضحة وإلها أثر واضح. اليوم إحنا راح نتحدث عن حملة 5,000 دينار. شنو هذه الحملة؟ منو أطلقها؟ شلون اليوم إحنا نستطيع كشباب أن اليوم طاقة، اليوم احنا نقدر نقدم شيء نخدم به أهلنا وناسنا، أن ننشر هذه الثقافة، ثقافة التكافل الاجتماعي، ثقافة التآسر الأسري. هذا شيء اليوم مهم مطلوب. راح أتحدث اليوم خصوصا عن هذه الحملة، وراح أسلط الضوء عليها، ولكل أصحاب الحملات من الشباب في سامراء، في غيرها، في صلاح الدين، في الأنبار، في الموصل، في كثير من المناطق. اليوم أيضا إذا حبوا يتواصلون أيضا معنا ونسلط الضوء على حملاتهم. لكن هذه الحملة كانت انطلاقتها من مدينة الفلوجة وبلشت تنتشر وتنتشر. لكن قبل أن نشاهد بعض ما في الحملة، خلي أرحب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الجميلي، الباحث في الشأن العراقي. دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك. مرحبا بكم استاذ، حياكم الله. حياك الله دكتور. اذا احبتي الكرام، راح نناقش كيف هذه الحمله وكيف ممكن احنا اليوم ننميها في كل محافظات العراق من الفاو الى زاخو لمساعده اهلنا وناسنا. فاصل بعدين نكمل وياكم.
جميل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. مرحب بك دكتور عبد الرحمن الجميني، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا أستاذ مقداد. أريدك تحكي لي عن فريق ال5000 دينار، كيف كانت الفكرة وكيف كان هذا الفريق وشنو اللي قدم ووين منتشر الآن يعني؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ مقداد ولقناة سامرة والمشاهدين الكرام. دعني بس أبدأ بالشكر للقائمين على هذه القناة الرائعة التي طالما واكبتنا وأول بأول في كل تغطياتها الإنسانية، وبالتالي الشكر واجب وموصول للأستاذ عمار السامرائي وكل القائمين على هذه القناة من موظفين، من أكاديميين، من مقدمين، من محاور وهكذا، وأنت منهم سيد هؤلاء أستاذ مقدار. لا استغفر الله، استغفر والله الله. لطالما واكب يعني حضرتك واكبتنا أول بأول والتابع المواضيع الإنسانية أول بأول، بارك الله بيك وبكل أخوة جميعا. الله يفعل. والشكر موصول أيضا للأستاذ عمر الوليد، الحقيقة منظم ومخترع هذا الفريق، هذا الشاب البطل الطموح. والشكر موصول لكل الشباب في كل المحافظات الذين نسميهم وإن لم نسميهم، هم يعلمون وهم يعني هدفهم إنساني، هدفهم مروءة، هدفهم نبل، وبالتالي ليس بالضرورة أن نذكر كل الأسماء. فبالتالي الشكر موصول لكل من ساهم في هذه الحملة أو هذا الفريق الجبار المبارك ذات الصفة الشبابية الطموحة الذي ضم الشباب والشابات الذين نذروا أنفسهم الحقيقة خدمة للإنسانية، خدمة للمروءة، خدمة لكل شيء نبيل، وبالتالي كل الشكر والاحترام لهم. جميل. شكرا. هذا الفريق الحقيقة دكتور. هذا الفريق أستاذ مقداد انطلق من شقلاوة وبالتحديد من إقليم كردستان، مجموعة من الشباب المهجرين النازحين جراء الحرب، حرب داعش. انبرى هذا الشاب الطموح البطل عمر الوليد بهذه الفكرة، وبالتالي كلم بعض أصدقائه عن فكرة تشكيل فريق ال5000 دينار. اختاروا هذا الاسم بسبب كون ال5000 دينار مبلغ بسيط يتقدم به الفقير والغني يستطيع التبرع به. هذا الفريق بدأ بشباب معدودين، بدأ بالتوسع هذا الفريق، يجمع هذا الفريق مبلغ 5000 دينار من المتبرعين. حقيقة هو لا يعني الفريق لا يذهب إلى أحد ويطلب منه التبرع، وإنما الناس تتبرع لهم بعد أن أعلنوا عن أنفسهم من خلال السوشيال ميديا. هذا الفريق بدأ يتوسع ويكبر ويكثر، وينضم إليه بعض الشابات، بعض الشباب أيضا أصحاب الطموح، أصحاب الفكر الراقي، أصحاب المروءة والإنسانية. بالتالي توسع هذا الفريق، بدأ هذا الفريق يجمع مبلغ من المال لسد حاجة معينة، سد إيجار، سد عملية جراحية، سد عسر لعائلة ما، عائلة نازحة. بالتالي يعني بدأ الصيت يكبر لهذا الفريق شيء فشيء. الحقيقة توسع هذا الفريق، يعني أريد أن أختصر حتى أختزل الوقت حتى نسمح لهم للشباب، لأنه أعتقد إن شاء الله راح يكونون معنا بالبرنامج يتحدثون كل واحد عن نشاطاته، فبالتالي دعني أختصر. هذا الشباب هذا الفريق عفوا بدأ يتوسع شيئا فشيئا إلى المحافظات الأخرى، إلى بغداد العاصمة الحبيبة، إلى الأنبار، إلى كربلاء، إلى صلاح الدين، إلى حتى وصل إلى تركيا. الحقيقة يعني سينضم إلينا مسؤول فريق تركيا أيضا إن شاء الله بالبرنامج، وينورنا بنشاطاتهم وبأفعالهم اللي قاموا بها. بالتالي هذا الفريق إن شاء الله يعني بدأ يتوسع أكثر وأكثر حتى أصبح منظمة. يعني عمل هذا الشاب الطموح عمر الوليد أن يكون هذا الفريق منظمة إنسانية مجتمعية تقوم على التنمية البشرية. بالتالي إن شاء الله سيكتب له التوفيق، لأنه أخذ الموافقات الرسمية الحقيقة من الدولة المركزية، وبالتالي نحن يعني في انتظار يعني أيام حقيقة قلائل سيكون هناك فرع رئيسي إن شاء الله في بغداد، فرع رئيسي في أربيل، فرع رئيسي في المحافظات إن شاء الله، وبالتالي ستوسع هذا الفريق إلى كل محافظات العراق إن شاء الله، نطمح أن يكون ذلك. أنا شخصيا الحقيقة يعني يمكن أكون أكبرهم سنا في الفريق، ولكني أصغرهم عملا الحقيقة في هذا الفريق الطموح الذي لي الشرف الكبير أن أنضم معهم وأعمل معهم بكل إمكانياتي وبكل طاقاتي، وكل يعمل من حسب موقعه، لا تحددنا أزمنة ولا تحددنا أمكنة. بالتالي نحن إنسانيين، نحن أصحاب رسالة، نريد أن نوصل رسالة للعالم أجمع بأننا على مسافة واحدة من التكافل الإنساني الاجتماعي مع الجميع، مع إخواننا، مع أهلنا، مع كل من يحتاج إلينا إن شاء الله، نمد له الأيادي البيضاء، الأيادي الحانية، وإن شاء الله نطمح أن يكون لهذا الفريق صدى واسع في باقي المحافظات العراقية. هذا باختصار عن الفريق. جميل. لكن بس الـ5000 منو ينطيها؟ يعني منو ينطي الـ5000؟
يعني هو شوف اختار شلون يجمعون ال 5000 دينار. نعم نعم، يعني هو وقع الاختيار على هذا المبلغ، مبلغ 5000 دينار، حتى نعرف بالمشاهد في غير العراق الحقيقه، يعني هو ما يعادل ما يقارب الاربع دولارات، يعني اربع دولارات ما يقارب او اقل بقليل، يعني هذا المبلغ الحقيقه استاذ مقداد يستطيع دفعه الفقير والغني ومتوسط الحال، يعني ولذلك يعني تم الاختيار لهذا المبلغ من اجل هذا الموضوع. من يدفع هذا المبلغ؟ الحقيقة يعني الشباب من خلال برامج التواصل الاجتماعي، من خلال السوشيال ميديا، بدأوا يعلنون عن أنفسهم عن هذا الفريق. هذا الفريق طبعا في سياقات إعلامية، في تسويق إعلامي، بدأ يعني يتحدث عن نفسه، يظهر نشاطاته للناس، بالتالي صار دراية للناس عن هذا الفريق، صار معرفة للناس عن هذا الفريق. يعني هناك من الشباب يعني من لم يرى الثاني ولم يعرف الثاني، ولكن من خلال هذه البرامج ومن خلال هذه النشاطات جمعتهم بوصلة واحدة، وجمعتهم مشترك واحد، هو مشترك إنساني، مشترك طيب قيمة. جميل دكتور، بس خليني أنتقل إلى الأخ حارث الياسري وهو من صلاح الدين. أستاذ حارث مرحبا بك. كيف يعني بدأتم بفكرة أو نشر فكرة حملة 5000 دينار في صلاح الدين؟ وقد تقريبا جمعتوا تبرعات وإلمن وصلتوها أساسا؟ تفضل أستاذ أحارث. حياك الله الشيخ العزيز يا مصري. حياك الله. بداية شكرا إلى قناة سامراء، وشكرا إلى كادرها، وشكرا للقائمين عليها، شكرا إلى حفظتك على هذا الاهتمام وعلى هذه التغطية لحملة 5000 ومنظمة 5000. نعم. طبعا أنا التحقت بالفريق قبل فترة بسيطة جدا، أسست الآن فريق في محافظة صلاح الدين إن شاء الله، وراح نبدي بإذن الله نشاطاتنا بأسرع وقت. نعم، يعني الآن أنتم بديتوا نشاطكم لو بعدكم موضوع حملة 5000؟ الشباب أخوتنا وأصدقائنا وأستاذنا عمر الوليد وبقية الشباب في بقية المحافظات بدأوا قبلنا. أستاذ عمر الوليد بدأ من دور يعني، وبعدين توسع الموضوع أكثر فأكثر، وصل إلى فلوجة وحتى في كربلاء عندنا، وعندنا في بغداد مجموعة من الشباب، الآن صلاح الدين وكركوك وغيرها من المحافظات. بدأ يتوسع الجروب، الفريق يكبر أكثر وأكثر، بدأ يقصد فداء أكثر. نعم، يعني إلى الآن أنتم ما بديتوا بعمل أو جمعتوا إلى الآن يعني عفوا استاذ، بديتوا بعمل يعني جمعتوا مبالغ لو بعدكم الى الان؟ الان انتم في طور البدء في 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 هذه الحمله. الدين راح نبدا بعدنا يعني من الضمان حكيتك انه انا في الفتره الاخيره يعني ما صار ايام معدوده، لكن الشباب اطردهم وكادر كمل ان شاء الله باذن الله، باقي بس انه نبلش يعني نختار الحاله مثلا ونجمع التبرعات ونبدأ نشاطنا. جميل، إذن بالتوفيق للأخ حارث الياسري من حملة 5000 في صلاح الدين. نتمنى، شكرا شكرا لك. وأنا أدعو لأهلنا في صلاح الدين أيضا أن يعني يساعدون الجماعة، يوقفون وياهم ويبدأون في هذه الحملة. شكرا. دكتور عبد الرحمن، 5000 ما تأثر صح لو صحيح؟ نعم، لكنها نعم. عندما تجمع تسد حاجة. أريد أكو مثلا تنطيني نموذج مهم لحالات مثلا يعني قدروا الشباب يوصلوا لها ويعالجوها أو يساعدوها من خلال يعني 5000 على 5000 على 5000. يعني أنا سأذكر لك ثلاث حالات يعني حصلت، وجمعوا لهذه الحالات من خلال برامج التواصل أو من خلال الاتصالات. يعني هناك حالتين لإجراء عمليات جراحية لأحد الأطفال، حالة لأحد الأطفال، وحالة أخرى أعتقد لإمرأة نازحة تروم الولادة وليس لديها أي شيء، وحالة ثالثة حالة من المهجرين من النازحين لم يكن لديهم مأوى يؤويهم أو بيت يسكنهم. هؤلاء الشباب يعني شباب 5000 دينار، فريق 5000 دينار يعني تسابقوا وتفانوا الحقيقة في تغطية هذه الحالات الثلاثة. طبعا هناك متبرعين
متبرعين. الحقيقة هناك متبرعين متميزين. من هذا المنبر الكريم أتقدم بالشكر والعرفان لرجل الأعمال الأستاذ عقيل الكبيسي الذي منفك يوما الحقيقة ولم يتردد لحظة حينما كنا نطلب منه مساعدة سين أو صاد أو تغطية حالة من الحالات، وبالتالي هذه الحالات الثلاثة غطاهن جميعا هذا الرجل المقدام المعطاء الحقيقة. وأيضا هناك صارت حالة تبرعات كثيرة من الناس، من الشباب، من النساء، من الشابات، من يعني لم يقتصر التبرع على فئة عمرية محددة، الكل كان يتبرع. تجمع هذه المبالغ في مكان تواجد العملية وفي مكان تواجد الحالة الإنسانية، ثم تغطى أجور هذه العملية. يعني على سبيل المثال الست هي مثلا احدى عضوات الفريق في بغداد، يعني انبرت من خلال بعض الشابات معها بتغطية هذه الحالة، حالة المرأة التي أرادت أن يعني تضع مولودها ولم يكن لديها شيء. أيضا شباب عمر الوليد وبعضهم من الشباب انبروا لهذه العائلة التي نزحت إلى كردستان ولم يكن لديها مسكن يسكنهم أو مأوى يؤويهم، بالتالي أمنوا لهم يعني أجار 6 أشهر. حالة ثالثة، طفل أيضا من النازحين لم يكن لأهله لديهم مبلغ مال العملية. هؤلاء الشباب تفانوا في الأنبار في صلاح الدين في كردستان في بغداد، بدأت تجمع هذه التبرعات من خلال مرتكز واحد لهم في بغداد، وبالتالي حولوا له المبلغ بإشراف طبعا رجل الأعمال عقيل الكبيسي جزاه الله خيرا، وأجريت العملية لهذا الطفل العسير، العملية العسيرة. هناك ما يقارب 4-5 عمليات جراحية الآن في صدد إجرائها لناس يستحقون هذه المبالغ. الحقيقة الأستاذ مقدار يعني الأعمال كثيرة، يعني لست بصدد. طيب خلينا نشوف السيدة آية النعيمي ويانا من بغداد، وهي أيضا من حملة أو من فريق 5000. سيدة آية مرحبا بك، يعني كيف ترين تقبل الناس لموضوع حملة 5000 في بغداد، وكان لكم أيضا الوقوف على حالات إنسانية واستطعتم أن تساعدوها؟ تفضلي سيدة آية. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. إن شاء الله إحنا فريق 5000 بغداد. نعم أكيد طبعا، يعني إحنا شفنا ناس ومن منذ أسبوع وقابلناهم وصورنا وياهم، وكان أشكر أستاذ عقيل الكبيسي على تعاطفه ويانا. يعني صارت حالات هواية مثل سيف و دار الأيتام وغيرها، يعني أكيد تصورت ببغداد، ويعني كان إنجاز كلش رائع للفريق، وأشكر الفريق جدا وأشكر جهود أستاذ عقيل وجهود العالم ويانا. يعني طيب آية، بس خلي أسألك سؤال، أكو تقبل عند الناس عندما تقول له تدفع 5000 لهكذا حالة؟ الناس تتبرع، ال5000 شيء بسيط اليوم ممكن تنطيها لابنك يروح يشتري بيها من المحل او من السوبر ماركت، صح ولا مو صحيح؟ اكيد صحيح، يعني الناس تتبرع وهواي ناس تتبرع، يعني تقدم بتبرعات ماديه ومعنويه، وان شاء الله يعني احنا قادرين على فعل الخير اكثر واكثر. طيب كم حالة تقريبا في بغداد قدرتوا توقفون وياها وتوصلوا لها لحد الآن، وكم تحديدا ايش قد صار لكم من انطلقتوا انتم في بغداد كعمل الفريق في بغداد تحديدا؟ احنا صارت تقريبا مقابلين بعمل فريق بغداد. نعم. وبادرنا مبادرات فعلية مثل حالة سيف ودار الأيتام، قدمنا لهم دار الأيتام، قدمنا لهم الكراسي والرحلات والكتب، وإن شاء الله نقدر نقدم لهم أكثر وأكثر. وحتى السيف يعني طاب الحمد لله ورجع صحته الطبيعية. السيف شنو كان شنو إن شاء الله نقدم آية شنو كان وضع سيف أساسا وشنو اللي قدمتوا له، شنو كان وضعه تحديدا؟ كان وضعه أنه هو مريض جدا، يصير عنده تقطع بالشرايين ورادوا يقصوا له رجله، والحمد لله والشكر صارت حالته أحسن، ويعني ما قصوا له رجله ورجعنا لبيته سالم. نعم، آية النعيمي من بغداد من فريق حملة 5000، شكرا. شكرا.
شكرا جزيلا لانضمامك الينا. استاذ عبد الرحمن، اليوم الحمله وين لها افرع؟ شلون بدات تنتشر؟ اكيد يعني انا موقن يعني على او على يقين ان العمل الصادق في النيه الصادقه ينتج شيء، وان شاء الله يعني نيتهم وعملهم الصادق انتج، لكن الان وين انتشرت؟ والاخ اعتقد الياسري ذكر ان لهم فرع في كربلاء وفي غيرها من المناطق، تفضل. نعم، شكرا على هذا السؤال استاذ مقدار. الحقيقه يعني كما ذكرت لك يعني بدات الحمله من اقليم كردستان من شقلاوه تحديدا، بدا ينتشر هذا الفريق الحقيقه، وينضم اليه كثير من الشباب والشابات في كثير من المحافظات، طبعا من خلال برامج التواصل الاجتماعي. اخذت على عاتقي ان اسوق لهذا الفريق وان انضم معهم الحقيقه، ولي الشرف في ذلك أن أسوق لهذا الفريق إعلامياً ليصل صداه إلى أبعد ما يكون. وبالتالي اليوم نتحدث عن محافظات كثيرة، يعني محافظة كربلاء لأنا ممثل فيها وكان المفروض يدخل معنا الحقيقة بالبرنامج، ولكن لسوء الحظ يبدو ما في تغطية وما في يعني تليفونه مغلق. نعم، وصلت إلى كربلاء، أيضاً في بابل هناك لدينا مندوب ورئيس فريق في بابل، في صلاح الدين، في الأنبار، وصل إلى تركيا أيضا، هناك شباب انبروا من الشباب العراقي البطل الذين الحقيقة لهم طموح يعني يتعدى حدود الآفاق. في تركيا أيضا عالجوا حالات إنسانية كثيرة، إجراء عمليات جراحية، دفع أجار للعوائل العراقية، أشياء أخرى سيحدثون عنها الحقيقة. وبالتالي بدأ هذا الفريق ينتشر، يعني ينتشر صداه في كل أرجاء المعمورة العراقية إن شاء الله والجغرافية العراقية. نحن نتأمل إن شاء الله في القريب القادم إن شاء الله أن يكون لهذا الفريق في كل محافظات العراق من البصرة إلى زاخو، وهذا أمنا بالله سبحانه وتعالى وبالشباب الطموح. الحقيقة يعني حينما تحدث عن بعض إنجازاتهم وبعض أعمالهم قد لا يسعني أن أذكر الحقيقة كل إنجازاتهم، الحقيقة الإنجازات والأعمال كثيرة والله يا أستاذ مقدار. كم شهر تقريبا صار لهم؟ كم شهر؟ يعني هم بحدود أكثر من 4 أشهر، يعني إذا ما يصحح لي الأستاذ عمر الوليد بالمدة، أكثر من 4 أشهر يعني هؤلاء الشباب بدأوا بتشكيل فريق 5000، وهم اليوم على أبواب أن تكون منظمة معترف بها، منظمة إنسانية معترف بها من قبل الجهات الرسمية العراقية، منظمة تخص التنمية البشرية والإغاثة البشرية. جميل. وبالتالي نعم إن شاء الله نطمح أن تكون هذه الموظفة هذه المنظمة لها صدى أو صديات أكبر داخل العراق وحتى خارج العراق إن شاء الله. جميل، خلي ناخذ أنا وياك دكتور أثير قاسم، أثير سامي، سيد أثير سامي، أثير سامي من الأنبار. سيد أثير مرحبا بك. بديتم بالأنبار بالحملة لو الآن في طور الانطلاق أم أنتم انطلقتم؟ تفضل سيد أثير. نعم، بداية أشكر قناة سامراء الفضائية. شكرا لك. لإتاحة الفرصة للتحدث عن نشاط الفريق. الحقيقة حملاتنا بالأنبار كانت جدا مثمرة الحمد لله والشكر. صار لها صدى كبير. قدرنا بداية حملتنا تنظيف وتأهيل المدارس بعد العودة، وتنظيف الجوامع وتسجير في المناطق العامة، وطبع الكتب للمناهج الدراسية النقص الحاصل بيها وتوزيعها على المدارس. نعم، انتوا ايش صار لكم من بديتوا أثير؟ ايش صار لكم من بديتوا وتشوف الناس يعني اكو متعامله انه ال5000 شيء بسيط ما ياثر، اكو يعني مساعده من الناس قويه، اقبال قوي على مثل هاي الحملات؟ تفضل. اكيد، لان كيفنا تطور واصبح معترف به دوليا. نعم، وثقة الناس بينا وفريقنا زادت من روحنا التطوعية وزادت التبرعات، واتصال الشباب صار بكثافة علينا يحبون ينضمون للحملة مالتنا. جميل، ايش قد صار لكم الآن بالأنبار سيد أثير؟ احنا بداية من الشهر العاشر بدأت حملتنا بعد ما كنا في إقليم كردستان مع الأستاذ عمر الوليد. من شهر العاشر والآن فقط كان تنظيف مدارس وجوامع وتشجير المناطق العامة، لو أكو حالات إنسانية أيضا؟ أكيد، بالغض النظر عن الحالات الإنسانية، أكيد حالات إنسانية وايدة، إجراء حتى عمليات مدينة الفلوجة وتسكين عائلتين بعد ما كانوا لا يملكون السكن، وجولتنا الآن مستمرة. بنعمل تقريبا ليل ونهار في مستشفى الفلوجة
لتأهيل أقسام، لأنه مستشفى الفلوجة أقسامها جدا متضررة، وإن شاء الله إحنا مستمرين بالعمل لتجهيز أكبر أقسام من مستشفى الفلوجة التكريمي. نعم جميل. سيد أثير سامي من الأنبار من حملة 5000، شكرا جزيلا لانضمامك لنا. شكرا سيد أثير، شكرا لك. دكتور عبد الرحمن، يعني نصيحتك اليوم للجمهور، احنا امام حالة من حالات التكافل الاجتماعي، 5000 ما تأثر على الدخل مثل ما نقول، اذا اليوم احنا امام لازم ننصح الناس كيف انها تشترك في هذه الحملة او حتى لو حملات مماثلة مغايرة. تفضل. يعني دعني اولا، انا الحقيقه كنت لا اريد ان اطرح، يعني توقعت الاخ اثير يطرح هذه المبادره الحقيقه التي قام بها فريق 5000 داخل مدينه الفلوجه تحديدا. يعني حينما عجزت الدوله، عجزت تربيه الانبار، عجزت تربيه الفلوجه، عجز المسؤولون عن توفير الكتب المدرسيه واللوازم المدرسيه بالحد الادنى لطلبه الفلوجه، قام هذا الفريق بمعية بعض الشباب الذين هم خارج نطاق الفريق ولكنهم اشتركوا مع الفريق بهذا العمل، بتأمين طباعة المناهج الدراسية لطلاب مدينة الفلوجة، وقاموا بتوزيعها من خلال حفل، يعني حفل ما شاء الله تبارك الله، وطبعا يعني هو مصور وفي فيديو إلى، ولكن يعني حاولت أترك الموضوع للأخ أثير أن يطرح، لكن يبدو أنه نسي هذا الموضوع. وهم اليوم تحديدا، اليوم أيضا انبروا هؤلاء الشباب، شباب فريق الفلوجة، بالذهاب إلى مستشفى الفلوجة ومقابلة الأخ الدكتور أحمد مدير مستشفى الفلوجة، وقدموا له طلبا بتنظيف وتأهيل مستشفى الفلوجة بالحد الأدنى بما يستطيعون تقديمه. وبالتالي الحقيقة هي نشاطات كثيرة ومتعددة، ولكن قد يعني قد لا يحضرنا نشاط هنا أو هناك في الذاكرة، ولكن ما شاء الله تبارك الله، يعني شباب طموح ومتحمس. والحقيقة أريد أن ألفت الانتباه السيد مقداد أيضا إلى أن هذا الفريق بدأ يتسع، بدأ ينضم إلينا كثير من الأخوة الأطباء، بدأ ينضم إلينا كثير من الأساتذة الأكاديميين، أساتذة الجامعات، بدأ ينضم إلينا كثير من الأخوة المهندسين، بدأ ينضم إلينا الكثير من موظفي الدولة، موظفي الدولة سواء موظفي المستشفى، موظفي بعض الدوائر، لأن الفريق الحقيقة لم يقتصر على فئة عمرية محددة أو عمر محدد، وبالتالي الباب مفتوح للجميع سواء رجالا أو نساء، شبابا أو شابات، وبالتالي اليوم الباب مفتوح، وهي دعوة الحقيقة، دعوة من أخ كريم إلى جميع من يسمعنا بالانضمام لهذا الفريق الرائع في كل محافظات العراق. جميل. لأنه هي رسالة إنسانية نريد أن نوصلها للأخوة للعباد والبلاد. بالتالي نحن أمام تحدي إنساني، هذا التحدي إما أن نكون وإما أن لا نكون، وإن شاء الله سنكون، وهي دعوة مفتوحة للجميع الحقيقة، بدون يعني بدون فئة عمرية محددة، بدون يعني بدون الوقوف. جميل. على دكتور، خليني وياه على الخط عمر الليهيبي من تركيا، أيضا من حملة الفريق حملة 5000. سيد عمر مرحبا بك، حدثنا، انطلقتوا في تركيا، شنو اللي سويتوه، وأكو إقبال على من الناس على هذه الحملة، حملة 5000؟ ثانيا أكو موضوع أريد أسألك به أخ عمر، يعني 5000 دينار بالعراقي إيش قد تساوي بالتركي؟ 5 يتلات، 10 يتلات؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية وتقدير إلى قناة سابرة ومتابعين قناة سابرة، شكرا لكم، لطالما تسلطون الضوء على الأعمال الخيرية والإنسانية. طبعا فريق 5000 فرع تركيا التابع إلى منظمة 5000 دينار للتنمية والإغاثة البشرية الإنسانية، طبعا هو فريق لا يقل أهمية عن باقي الفرق في العراق. نعم. صح، الأعمال الموجودة في تركيا أقل فعلاً من الأعمال الموجودة في العراق، لكن إحنا وجودنا مهم في تركيا، ودورنا كفريق 5000 هنا للبحث عن العلاج والمستعفي الموجود في العراق وفي كل المحافظات العراقية. طيب عمر، أكو إقبال من الناس على حول هذا؟ شنو الحالات اللي جتكم وقدرتوا تساعدون بيها أو نفذتوها أنتم كفريق 5000 في تركيا؟ تفضل. السائل عزيز، تجينا حالات طبعاً جداً صعبة من خلال مراكزات فريق 5000 التابعة في العراق.
قبل يومين وهناك قبل يومين حالة إنسانية أيضا أتتنا هنا في تركيا للعوائل النازحة الفرافية الموجودة هنا. كانت إلا وقف كليات وناشدنا كما ناشدنا فريق 5000 الموجود في العراق وبدورنا هنا إن شاء الله نحن واقفون مع هذا العراقيين. نعم أخوي عمر، بس سؤال أخير، أنتم أيضا تجمعون هناك بالتركي يعني أم أنتم تستقبلون فقط تبرعات من العراق لو أيضا حتى من تركيا؟ سيد عزيز يوجد متبرعين لكن قليل جدا هنا في تركيا بسبب الأوضاع. كل العراقيين وتوجد منظمة يعني بعض المنظمات الإنسانية أو الشباب صاحبين الأموال الأغنياء مثلا هناك يعني شيء قليل التبرع، أما في التبرعات تأتي أكثرها من العراق. نعم جميل. عمر الليهيبي أيضا من فريق حملة 5000 كنت معنا من تركيا، شكرا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا عمر. سريعا نأخذ أبرز الرسائل اللي وردتنا في على الفيسبوك عبر صفحة الإعلام مقداد الحميدان، أبرز الرسائل سريعا نشاهدها. أحمد الفراجي السلام عليكم، تحية حب وتقدير واعتزاز جهودك المميزة في متابعة أحوال النازحين، نرجو متابعة نازحي جويزرات في مخيم الحار دانية حيث يفصل نهر دجلة بمسافة 130 متر عن مساكنهم. أحمد الفراجي. الحكيم البياتي السلام عليكم مقتدى، إحنا من أهل استيمان بيق، وين أملتونا على السنة الجديدة؟ شو ظلينا لحد الآن؟ والله يا الحكيم البياتي، هو مجلس المحافظة، ارجع لي زميل مخرج، هو مجلس المحافظة قال 15/2 ترجعون النازحين، أشو راح يصير؟ راح يخلص شهر الثاني وإحنا كل شيء مقابضين من مجلس محافظة. طينا الرسالة الوراء. عمر السلام عليكم، شلونك استاذ مقداد؟ نحن نازحي طرف الطوز ساكنين في داقوق، الان يتم سحب الكفالات من نازحين من المستمسكات يقولون بامر محافظه كركوك، ونفس الكلام مناطقكم محرره، علما لدينا اطفال من مدارس والان وقت امتحان، كما تعلم الطوز لا نستطيع السكن فيها لان لا يقبلون اطراف الطوز في داخلها، نرجو من جنابكم ان يكون دور في ابقاء النازحين ان شاء الله. اخ عمر هذا الموضوع الناقشه. هارون العزاوي السلام عليكم، سيطرة العباسي فيها مآسي، هناك مساومات للنازحين، أرجو أن تزوروا هذه السيطرة إن شاء الله. عامر مهند السلام عليكم، أنا طالب صف سادس علمي، طلعت من داعش وقدمت للدراسة وما حد قبلني، يقولون وين كنت اللي هسه مواليدك كبير، إحنا جماعة بيج الصينية شو وقت يرجعوننا؟ والله بزعنا يعني موضوع هذا سياسي وأكو أطراف عدة ما تريد أهل بيج يرجعون. رسالة وراها انطيني. عبد الرحيم ناصر، أخي مغداد نحن قرى جنوب آمرلي، قرانا صار محررة 2.5 سنين، متى الرجوع يا معود؟ يعني موضوع قرى جنوب آمرلي هذا تحدثنا به وراح نتحدث في 4 حلقات القادمة. رسالة بعدها. مأمون عمر أستاذ مغداد، أنا من رواشد، هلا هلا بعمامك الرواشد، وين صارت عودتنا؟ كتلنا البلد. مأمون إن شاء الله قريبا ترجعون. علي محمد سلام عليكم استاذ مقتدى، انا من منطقه السنجار بالقلوب من جويزرات، وطالب ان السيد محافظه ان رجعنا ديارنا في اقرب وقت، وشكرا. شكرا علي محمد، شكرا لكل من شاركنا. شكرا. كلمه اخيره لك دكتور عبد الرحمن سريعا بدقيقه، تفضل. شكرا لك استاذ مقداد، الحقيقه هي دعوه من اخ يعني محب الى كل من يسمعنا، الى كل من ينقل له يعني حالنا الدخول والمشاركه في هذا الفريق، فريق ال 5000 دينار، هذا الفريق فريق صاحب رساله انسانيه يقف من الجميع بمسافة واحدة داخل الجغرافية العراقية، وبالتالي أيضا لم يقتصر عمل الفريق على فئة عمرية محددة، رجال نساء شباب شابات، الكل له الحق في الدخول بهذا الفريق. نطمح ونأمل إن شاء الله أن ينتشر هذا الفريق في كل محافظات العراق وبالتحديد محافظات الوسط والجنوب، وبالتالي نحن إن شاء الله في انتظار الأكثر من شبابنا من شاباتنا من إخواننا في كل مكان في كل الفئات العمرية.
في كل مهامهم الوظيفية. نحن إن شاء الله نطمح ونأمل أن ينضموا إلينا ويتوسع هذا الفريق ليقدم رسالة إنسانية لجميع محافظات العراق. لم تقتصر رسالتنا إلى المحافظات المنكوبة الستة، وإنما لجميع محافظات العراق، العاصمة الحبيبة بغداد، محافظات الوسط والجنوب، محافظات الوسط والشمال، وكل الجغرافيا العراقية إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن الجميني باحث الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ. والشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، واسمكم أشكر كادر فريق الـ5000 دينار. أتمنى تشاركوهم، و5000 ما تأثر على أحد. نلقاكم في حلقات مقبلة، في أمان الله.